الآن طلاب مالتي فيد أند سايز توين، راح آخذ حالات اثنين عندي من ديستيليشن قبل أدخل بالشابتر كولينج تاور. لا حنعطيكم بس الحالات المهمة، تركت الحالات الثلاثة البقية، الإكستراكتيف راح نعوفه، نزود حارة نعوفه، والحالة الثالثة راح أبدي بس بالمالتي فيد في حالة عندك أكثر من فيد وسايز توين، لأن مهمات بالمشاريع. أغلبية الأبراج التصميم الديستيليشن ما يجيك بورج مباشر مثل ما أنت متصور، يعني باينري تو كومبوننت، أكيد لو منطي حرارة أو إنه مزود درجة البوينج بوينت أو داخلات 2 فيت، واحد من عندهم راجع من غير كولوم. فهنا طريقة الديزاين تتبع مثل ما راح أقول لك. في حالة عندك سايز ستريم، هو يدخل في جانبي as any product stream or other the overhead product under it. يعني هنا عندك انت بالحالة العادية فيد وصفيحة فوق الفيد، هنا يسحب من عنده سايز ستريم كأنما يكون at the overhead product، يسحب ككمية متبقية، ودائما يكون السحب من صفيحة فوق الفيد. ما راح يسحب كمية اللي طالع بالديستيليت راح تختلف. ليش راح تختلف الكميات؟ ماتيريال بالانس راح يختلف. احنا سابقا نقول فيد زي دي زائد البي، هسه الفيد صار عنده كمية مسحوبة، الفيد يساوي دي زائد الاس زائد البوتوم. فالكمية المسحوبة بكمية المول اوفر اول راح اسميها بكمية اس، والكمية الاكس اس راح اسميها بنقطة اكس اس الكومبوزيشن. وضحتها لك انا زين. الصفيحة اللي تم السحب من عندها راح اسميها صفيحة ال اس، بالتالي راح يختلف عندي الماتيريال بالانس. اللي خرج من هاي الصفيحة نسميه احنا في سب اس. الفي سب اس هذا البخار يدخل على اخر، يستمر طبعا وين ما بس المهم يدخل على اخر صفيحه نسميها على مود نحل بمعادله نسميها ان. فالفي اس الاوت بوت مالته هي انبوت للصفيحه ان، انما الالت مالته هو الليكويد النازل من صفيحه ان يكون فيد الى صفيحه اس ويطلع من عندها ام اس. زين، هاي الصفيحه اس صار عندك كم مدخل الها؟ مدخل من عندها الفيبر اللي جاي من قبلها اللي راح نسميه مو ان، راح نسميه اس زائد واحد، وداخل لها فيد، ما انسى كميه الفيد ككومبوننت، طالع من عندها ال اس زائد في اس. هذا الماتيريال بالانس اراوند ذا بليت نمبر اس اللي هي البليته اللي تم سحب من عندها سايد ستريم، راح اسوي له ماتيريال بالانس. طبعا هاي طريقة ديزاين، ارجع اقول لك طريقة ديزاين. لا هسه انا عندي بالمشاريع يقول ست ما اصمم البريشر سيم ديستيليشن، ما اصمم اكو 2 فيت، شنو عندك 2 فيت؟ انا جاي اعطيك، انا بالثالث جاي اعطيك كل الابراج، جاي اعطيك لهم تصميم واحطيك بعد عليهم موديفيكيشن واحطيك كولينج تاور، تبقى عندك بس الادزوربشن اتصور، والهيت اكشنجر يعطيك اياه ابو الهيت، والفلتريشن يعطيك اياه ابو الرابع دكتور علاء. ف بالنسبة إلى operating line، إحنا نعرف إن الـ operating line L over V في الـ X زائد D في الـ X إلى VN. راح أسوي هالمرة material balance لأنشأ operating line جديدة بيناتنا. طبعا هذا كتابة، هاي سابقا كتابة على السبورة، جبت لكم كتابة الدفتر، اللي يريد بعد يقرأ أكثر، اللي ما يريد يقرأ بهذا الدفتر عنده أنتوا أكيد عندكم محاضرات العام موجودة، جزء من أدب محاضرات العام، لكن أنا أنصحكم تقوموا بهذا البي دي اف. الفي ان تساوي لك في ان زائد واحد ويساوي لك في ان زائد واحد ويساوي في اس. راح أفرض أزيوم إن الفيبر لكله من الاس والاس اللي قبلها اس زائد واحد والاس زائد واحد راح يكون مساوي، وهذا الفي شنو قيمته؟ قيمته الليكويد النزل زائد السايد ستريم زائد الديستيليت. So على هاي الجنرال إيكويجن من كن كوماتيال بالانس فور كومبوزيشن تو مادة ال ام في سي، ال في فيبر اذا في كومبوزيشن في اس في واي سب اس يساوي مو ان اس نفس الشيء، يساوي لك ال اس في اكس ان زائد واحد زائد اس في الاكس اس زائد دي في الاكس دي. هذه المعادلة راح اطلع من عندها واي سب ان، اقسمها كلها على واي ان، فتبقى اقسمها العفو على في اس، فتبقى عندك واي ان تساوي ال الى الفي في الاكس. اذا بدل ما اقول ال ان الى في ان صارت عندك ال اس الى في اس زائد
بدل ما اقول دي في الاكس دي صارت مضافه الها كميه دي في الاكس دي زائد اس 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 في اكس اب اس تقسيم. بدل ما اقول في ان اقول في سب اس، وانا خليت ازيوم ان الفي ان يساوي في اس. سهله المعادله ما بيها شيء. اذا نفس المعادله اوبريتنج لاين هذه، فقط انا بدل ما ارسم تو اوبريتنج لاين راح ارسم ثلاث خطوط تشغيل. الخط التشغيل الوسط اللي هو هذه معادلته، هذه في حالة التوب، معادلة التوب ومعادلة الستربينج تبقى نفسها، فقط معادلة الوسط راح أضيف هاي معادلة operating line مالته، فكاتبت لك أنا size stream operating line equation. ملاحظة، بما أن S دائما تنسحب أو تكون موازية as liquid، تكون تنسحب أو أنه على أشياء as liquid، فإن الـ ELS تحفظ هذا القانون، الليكويد النازل من الصفيحة S شي يساوي لك اللي إجى من N ناقص الـ S إذا أخذت فقط على الليكويد. وبما أن الـ VS يساوي VN، هذا الكلام أن الـ ELS يساوي الـ LN ناقص الـ S يفيدني أن راح أوجد من عنده قيمة الـ VS، لأن هي راح تساوي لك الـ VN. فيما يخص هاي المعلومات، يعني هو بس أنا هسه طريقة أعطيتك ثلاث معادلات، size stream operating equation حفظ، والـ operating line الفوق الـ upper operating line نفسها، والـ bottom operating line نفسها. شنو راح يصير بالرسم؟ راح أوضح لك إياه بالمثال. إذا ناخذ مثال فد برج صار بيه سحب جانبي، شو راح يصير بالبرج؟ مكتر طبعا طريقة الرسم راح اشرحها مباشرة بالمثال، يعني هو مثال هو بطريقة هو للموضوع. مزيج من الماء واثل الكحول يحتوي 0.16 مول فراكشن الكحول is contained distillated in a fractional column to give product containing 0.77 مول فراكشن اوسبرت او او 2 اذا اكس ويس عندي وعندي اكس زي وعندي اكس فيد it is proven to the draw. يقول قد اقترح لسحب 25% من الكحول in the entering stream، 25% من الكحول انسحب as side product و composition لل side product 0.5. ايش قد نسبة سحب 25% من الكحول موضوع بالفيد. أوجد the stage theoretical plate required the side stream location، ويريد من عندك الموقع الستيج اللي تم سحب منها الفيد. If the feed is liquid on the boiling point, إذن منطيك الفيد حالته a saturated liquid, إذن Q تساوي 1 on the reflex ratio تساوي 2. The upper operating line نفس المعلومات السابقة أساوي في D زائد W، والمادة MPC هي الكحول. أخلي أعتبرها 100، أسوي لها material balance في زائد D زائد W. فقط انتبه إلى ملاحظة أنه هو basis أخلي 100، فبما ان الكومبوزيشن انسحب 0.5، اوكي 0.5 من الكومبوزيشن، وعندك انت ايش قد نسبته 25%، ف 100 احصل على المتبقى 8 كسايز ستريم حصلت عليه. 100 في 0.16 في 0.25 اخلي احصل على 0.55. منين اجت الـ 0.55 من المية من نسبة الـ 25% تم سحب في نسبة الفيد 16% عند كحول بالفيد، صار عندك ايش قد هسه 0.55. اسوي اوفر اول ماتيريال بالانس، فيد 100 دي زائد دبليو زائد الاس وثلاثة المجاهيل، اذا دي زائد دبليو يساوي 92. الاس منين جبت قيمته؟ الاس هو 8، قيمة الاس 8 من حسب ما هو قالها، لان 0.5 هسه نكمل. بما انه الكومبوزيشن 0.5 that they are 8 in the size stream، اذا عرف 8 و 0.5 في اس، عوض 8 هنا 100 ناقص 8 92، 100 في 0.16 يساوي لك 0.77 في distillate زائد 8 في 0.5 لان هو الكومبوزيشن يريد نص، فعندك ايش قد الكومبوزيشن اكس اس 0.5 والاس 8، طلعت النيو اوبريتنج لاين 12.77 دي زائد 0.002 في الدبليو، طلعت دي وطلعت ال 78 الويس.
الآن أجي أرسم. If the section between in the أرسم إن R L N إلى D أوجد هاي المتغيرات الأربعة. اثنين يساوي لك L N إلى D إيش قد قيمتها؟ إلى 13.5. طلع من عندها قيمة ال L N 27. ال V N L N زائد D عندك ال D طلعت منها قيمة ال V N. إذن اكتب المعادلة الجديدة لل operating line. أجي هسه المعلومات اللي أقدر أرسم لها الخط التشغيل العلوي موجودة. أجي أوجد معادلة التشغيل للسايس ترين اللي هي أحتاج بها قيمة الـ VS. فبما أن الـ VS يساوي VN ويساوي 40 والـ LN LS زائد الـ S إذن الـ S 8 والـ LN عندك من RLN إلى D طلعت عندك الـ LS 19. إن نبتهم أسوي ماتيريال. هذا فيما يخص المعادلة اللي أحتاجها بالسايس ترين. فيما يخص البوتوم نفس المعادلة الـ VM LM ناقص الـ West. ومنين أجيب الـ LM؟ من الـ LS زائد الـ Feed لأن الليكويد نزل لها. منين إجا هسا؟ إحنا سبق نقول بس من الـ Feed و LN. هسا لا، من الـ LS زائد الـ Feed. إذا الـ Feed عندك والـ LS 19 طلعت من عنده LM. أخذ الـ LM 119 أعوضه مع الـ West أوجد من عنده قيمة الـ VM. إذن سلوب LM إلى VM موجود. أوجد ثلاثة سلوب. السلوب الأول LN over VN طلعناه بوي 6-7. أوجد السلوب الثاني اللي هو LS over VS وأخليه. وأوجد السلوب LM إلى VM وأخليه. صار عندك ثلاثة سلوب. أدرس حالة الفيد. حالة الفيد موجودة Q تساوي 1 وقل لك كم السحب سائل. إذن أيضا نقطة التقاطع الثانية هم هي Q تساوي 1. فطبعا أنا وردت لهم الطلاب هو اللي كاتب المحاضرة نتيجة الريد مارتي كاتبة تقدر تقرأ تستفاد منه. أنا راح أشرح واللي يدي يكتب وياي كيفه. نشرح على قسم شو راح نطلع السيج نمبر يساوي 10. رسم بين الاكس والواي. رسم الإكوليبريم كيف مات الكحول بالماء. إذا ما موجودة فنفسها تاخذوها مع الإكزامبل الأول. مو أحد يسألني الإكزامبل الأول بالمحاضرات اللي هو الكحول بالماء. رسمنا خط، رسمنا المنحني. أحدد نقطة الإكس في 0.77 وأحدد نقطة الإكس في 0.16 والإكس في 0.77 والإكس ويست 0.002. من نقطة الإكس إس اللي هي شقد 0.5، من نقطة الـ 0.5 صعد خط وسجل نقطة إكس إس. الآن إكس دي وإكس إس وإكس فيد عندك وإكس ويست. نرسم خط التشغيل العلوي اللي هي تبدي من نقطة الإكس دي وذ السلوب إل إن أوفر في إن اللي هو سلوب 0.67. خليت المنقلة وثبت للأسفل لأن يقطع يمتى أوقف هذا السلوب قبل استمر إلى أن أوصل إكس فيد. لا، هسا من يوصل إلى إكس سب إس أوقف. إذا صار عندك توبين هنا نقطة الأولى. هاي النقطة الأولى طلاب إحنا طبعا نقطة الإكس إس ليش صعد خط عمودي؟ لأن حالة الفيد من سحبه من سايس فيم أيضا سائل. إذا مو سائل ربما الكيو أكبر أصغر من واحد، ربما يكون مائل. المهم إحنا حسب سؤالنا أت بابل بوينت الفيد والمسحوب. فنقطة أرسم خط عمودي التقى مع خط الأوبريتنج لاين بنقطة شو سميناها؟ خلينا نقول نقطة أم 1. من نقطة أم 1 الآن أخلي المنقلة من جديد وأرسم خط السايس ترين اللي هو السلوب مالته بالعادة التشغيل اللي وجدناها السابقة. السلوب مالته LS over VS. الـ LS وجدناها والـ VS نفسه VN. وطلعت قيمة. أرسم بالمنقلة الخط الثاني. يمتى أوقف؟ من يتقاطع مع خط الكيو لاين نقطة تقاطع الكيو فيد إلى الأمام. مو أنا سميت خط الكيو لاين خط عمودي. من يتقاطع مع نقطة الكيو لاين أوقف. صارت عندك خلينا نقول نقطة M2. من هاي النقطة أرسم خط ثالث بسلوب جديد LM إلى VM. لا حد يناقشني مثل أمس يقول ست إحنا بس نرسم، أريد القيم كلها. وإذا جاني بس رسم ما طلع لي LM VM بسلوب الـ 3 operating line أخليه غلط ترى. أعطيك 2/10. صار واضح؟ ترسم وتقول لي القيم LS إلى VS منين إجت، LM إلى VM منين طلعتها.
لان انا جاي اتعب وياك، جاي اشرح لك، جاي اعطيك جاي اعطيك قوانين، فانت مو تجي ترسم لي اياها. واصلا الرسم انا عارفه اغلبيتكم يرهمون وينطون اياه، ما يشتغل بالاسلوب الصحيح. صار عندي من نقطه تقاطع الكيو لاين مع السايستيم اوبريتنج لاين، نقطه ام 2، من نقطه ام 2 ارسم خط يقاطع نقطه الاكس دبليو بسلوب ال ام الى في ام. صار عندك ثلاثه بارتيشن، ثلاثه ريجن، اجي ميك اب ثيم ميثود 1 2 3 4. من وصلت الى نقطه اموان نقطه تقاطع، اوصل نوبة اسقطها على خط السايس تويم 5 6. من عبارة خط نقطه ام 2 اجي اسقطها على الابر اوبريتنج لاين الى ان اوصل الى نقطه الاكس دبليو اللي هي تساوي لك 10 ستيج. هذا فيما يخص اذا عندك سايس تويم. ممكن نغير السؤال او ممكن اقول لك حل سؤال هوم وورك نفس السؤال، بس اريد ان هالمره الكيو ما تساوي 1، اخذوها الكيو تساوي 1.3 اكبر من الواحد، واعيد السؤال نفسه. الحاله الثانيه حاله عندك 2 فيد. في حال عندي 2 فيد طلاب ما حعقدها عليك، لان هو اكو عندي بالمحاضرات شوي معقده ما يتحفظ انا الانترسبت والاكويجن. اي بس شلون تتعامل اذا سؤال جارك بي 2 فيد. هنا نوجد 3 أو 4 بارتي لاين، يعني اذا شرحت لك اياها على السريع بهذا الفيجر نفسه. بدل ما نقول عندي هسه اكس اس، حنقول عندي هنا اكس فيد 1 واكس فيد 2. كم راسم راح يصير عندك؟ 1 2 3، جزء فوق الفيد الأول وجزء بين الفيدين وجزء جوا الفيد الثاني، ونفس المبدأ. إذا لازم أنا أوجد المعادلة بين الفيدين، صار واضح؟ هذا هو كل الفرق. فإذا أخذنا سؤال من عنده أنت راح تحفظ القوانين. إيثانول وبروبانول سيستم جد deal with the actual number of the bleed and the heat. يريد من عندك هذا السؤال شنو راح تحفظ من عندك؟ ولحد يكتب لي بالله سؤال ست ما موجودة قوانين، تحفظ قوانين من هذا السؤال نفسه، لأن هو موضوع ديزاين. تحفظ قوانين من هذا السؤال وشون تطلع الهيت ديوتي للكوندنسر والريبويلر بأيضا طريقة تقدر توجدها يعني بدون حاجة الانثالبي ديتا، واضح؟ الباشر كوندنسر يقول جد الحرارة الموضوعة الباشر كوندنسر على الريبويلر to the following data. منطق الفيد الأول دخل حالته سائل، الآن عندي كولوم دخل فيد موقع الكومبوزيشن 0.65 مول فراكشن، وبالفيد الثاني دخلت المواد من إيثانول وبروبانول حالتهم فيبر ساتوريتد فيبر. بالساتوريتد ليكويد فهمنا الكيو 1، بالساتوريتد فيبر نطلع الكيو. الاكس فيد هنا 0.65، الثانية 0.24، إذا والآر جاي لك 2 من المينيموم ريشيو. فالاكس دي منطيك اياها 0.96 للماده، والاكس ويس منطيني اياها، منطين اللاتنت هيت للايثانول واللاتنت هيت للبروبانول، ومنطين الكفاءه 70%. يريد من عنده حسب هاي المعلومات شلون اطلع الستيج نمبر، ويريد من عندي الحراره. فارسم ومنطيني الكولوبيان بين الاكس واي للمادتين، ارسم هسه اول شيء احول هو النسب منطيني اياها وزنيه، فحول من وزنيه الى مول فراكشن لكل مادة على المولكولار وينث مالته، حصل الفيد الثاني 0.29 وحصل الفيد الأول 0.65. أجي هسه من معلومات السؤال حسب ما حولها أجي إن أنا أعرف إن قال لي إن الآر 2 من الآر مينيموم، ما عندي الآر مينيموم، لازم أنا أروح أطلع الآر مينيموم من الرسم اللي هو الانترسبت اكس دي الى ار مينيموم زائد 1. بعدين حاويك الرسم هسه خل اشرح. اكس دي الى ار مينيموم زائد 1 لقاها ايش قد تساوي؟ 0.4. الاكس دي عندي طلع لي قيمه الار المينيموم 1.4 ضربها باثنين طلع الار اكتوال. اذا الانترسبت الجديد اللي اشتغل عليه 0.96 اكس دي الى ار اكتوال زائد 1. اول انترسبت احتاجه برسم الاوبريتنج لاين فوق الفيد الثاني، الانترسبت مالته 0.25. نجي للفيد الثاني، الفيد الثاني دخلت كميته 27900 على
بوينت 2.9 في 64 حولها يطلع لك ايش قد عندك 489. نصور الماتيريال بالانس الفيد الاول زائد الفيد الماتيريال بالانس احنا كنا نقول فيد يساوي دي زائد دبليو، هسه الاول زائد الثاني يساوي مجموع دي زائد دبليو، ايش قد طلعت عندك 12048 دي زائد دبليو. ماتيريال بالانس فيد في الاكس فيد زائد فيد 2 في اكس فيد 2 يساوي دي في اكس زائد ويت في الاكس. كل الموجودات اطلع منها قيمة الدي والدبليو، الار ال الى دي عندك الار انت الاكشوال طلعتها، هسه اطلع الدي عندنا شو اطلع ال ان، الفي ان ال ان زائد دي اطلع الفي ان، الفي ان اللي فرضناه بالسايد ستريم يساوي لك في اس، راح اساويه هنا يساوي لك في اف اللي هي على الصفيحة اف، الفي ان الفيد الاول والفي ان الفيد الثاني. اذا بما انه الفي ان يساوي لك في دبل ويست يساوي لك في ام ويساوي لك هسه في اف ناقص اف 2، هذا القانون نحفظه ويساوي لك 1906. فاذا سوينا ماتيريال بالانس الكولوم الفيد الاول احنا عندنا شريحتين، شريحه اولى شريحه ثانيه، صفيحه اولى صفيحه ثانيه، الشريحه الاولى دخل لها الفيد الاول زائد بيبر مع الفيد وطلع من عندها ليكويد زائد ديستليت بالنسبة إلى الفيد الأول اللي هو فوق الفيد الثاني، وبعدين يجي صفيحة الـ VN فيد في الـ X فيد LF سويتها ماتيريال بالانس من هذا كل واحد ضربتها بالكومبوزيشن طلعت YF اللي هي معادلة خط تشغيل بين الفيدين. هنا بدل ما أقول LN أقول LF إلى VF، وهنا بدل ما أقول DXT إلى VF ناقص F الـ XF. هذا الانتركسبت الجديد راح تحفظه كل المعلومات موجودة بي، بس يعتمد على الكومبوزيشن بس الاكس فيد الاول والفي مو ام في اف اللي انت وجدته من قانون ان الفي ان يساوي في اف. ايش قد طلع عندك الانترسبت عوضنا يطلع من عندك قيمة الانترسبت تسجلها. الان اوجد السلوب للفيد الثاني، بما ان السلوب ال ام الى في ام ال ام اختلفت قيمتها، احنا سابقا نقول هي ال ان زائد فيد، هسه ال ان سماها ال اف والفيد يا فيد مو الفيد الاول اكو جواب بعد فاض دخل لنا فيد ثاني فنزل عليه فيد 2، اذا اخذ قيمه فيد 2 اللي هي حالته ساتوريتد فيبر، ساتوريتد فيبر يعني كيو تساوي صفر. ال ام الى في ام هذا قانونه، ال LF الى VM منين اجيب سلوب؟ هذا بالنسبه الى السيتنج الجو البوتوم اوبريتنج لاين، السلوب فيد الاول زائد LN تقسيم VN طلع من عنده قيمه ال LF وتطلع 1.32. سواء وما وجد ثلاثة سلوب، وطبعا البوتوم اوبريتنج لاين LM الى VM، وما طلع ثلاثة يروح يرسم يطلع ال 14 ويقسم على الكفاءة يطلع الاكشوال. نروح نشرح على الرسم. عندي اكس ديستليت وعندي اكس ويست، واضح. عندي اكس فيد اول 0.65 وعندي اكس فيد ثاني 0.29. من السلوب ال ان في ان، ها حالة الفيد الأول، حالة الفيد الأول كان Q unsaturated liquid وحالة هنا unsaturated vapor. فأول شغلة احتاجيتها إنه هو رسمت خط من نقطة الـ XD يقاطع نقطة البنش بوينت، نقطة تقاطع مع الـ Q line مع خط المنحني بنقطة، ورسمت الخط المنقط طلعت الـ intercept XD إلى R minimum زائد 1 لقيتها 0.4، منها طلعت الـ R minimum اللي اعتمدت عليه برسم بقية المعلومات. الآن وما طلعت intercept وطلعت الآر وضربته بالفاكتور اللي هو منطي 2، طلعت الآر actual أقسم intercept الجديد اللي هو سلوبه LN إلى VN الخط الثاني اللي يقاطع نقطة الـ Q line ووقفت من وصلت للـ X feed الأول نوقف. الآن بالسلوب LF إلى VF أقسم الخط الأوبريتك الثاني اللي هو بين الفيدين. بس هنا أنا طلاب الطالب اللي هنا اكو خطا بالنقل، الطالب خالنا خط ايضا اللي فوق، هنا الخط يكون مائل لان كيو تساوي صفر unsaturated vapor.
فطلاب هو خطأنا الولد منه، قال لي ان هو هذا ردي بس هو خال الخط غلط، هذا الخط مو افقي، الخط مو عمودي افقي، ليش؟ لان ساتشويتد فيبر. فمن اجيب هذا الخط اسقط عليه من على خط الساتشويتد فيبر يكون خط افقي، ونفس الشيء ارسم عدد الصفائح من عبر هذا الخط الافقي بدل ما خط عمودي خط افقي، كون اسقطه على خط النوبه اليمن على الابر اوبريتنج لاين اللي سلوبه ال ام الى في ام، من اوصل الى نقطه الاكس دبليو اوقف. هاي الحالات الشغل تحتاج بديزاين المشاريع، تحتاجه يعني كلش. وهسه انا اتعجب مثلا عندي طلاب دراسات من اشرح يقولوا لي ستر هذا تو، هذا اكثر من فيد داخل. وشنو اكثر من فيد داخل؟ طريقه الديزاين تختلف، لان انت عندك هنا تو فيد، اكو منطقه هنا مو نفس الابر والبوتوم اوبريتنج لاين. بالاكستراكتيف يعني المعلومات الاكستراكتيف مو عندك، بالاكستراكتيف اصلا هاي النقطه ما توجد، هاي نقطه التقاطع يصير جوا الخط 45، فيصير خط يروح منه ويجي جوا شلون الورده. اذا هل انا هذا الاكستراكتيف راح اجي اعطيها سنه للدراسات العليا. فطريقه الديزاين بالديستليشن لكل حاله لها طريقه، ما حدي ما واحد يبغى اعطيتك حفظ قوانين، التزم بس بحاله رسم هذا المثال. فطلاب هسه بالنسبه للتو فيد ما مطلوب منك اشتقاقات، لان انا قبل كنت اطلب منهم اشتقاق، ما مطلوب منك اشتقاقات حتى بال حتى في ساي ستريم، اريد من عندك بس هاي المثاليه. واذا اكو اسئله جاي تحل الهوم وركات انت مثلا جاي تحل بالكتب، اذا اكو سؤال بي تو فيد او اكو سؤال بي ساي ستريم فانت تقدر تحله بنفس طريقه الديزاين. ما يتحفظ قوانين، فقط القوانين اللي موجودة بالأمثلة، يعني مو قصدي بقية المحاضرات، قصدي فيما يخص هاي الموضوعين. هسا أكيد أنتوا رحتوا عممتوها وقلتوا القوانين كذا ما مطلوبة، هذا فيما يخص السايز ستريم. بغيت شغلة واحدة، لأن اليوم أريد أنهي كل معلومة بالديستنيشن، عمود محاضرة الأسبوع القادم أبدي كونك توا معلومة واحدة تفيدك حتى تكتب ملاحظة يمي. في بعض الحالات يريد من عندك الهيوتي ديوتي للكوندنسر والريبويلر وعندنا لاتنت هيت، فمثل هاي الحالة أقدر أوجد، وهو طبعا موجود كتاب سيدر شي يسوي، يقول إن الكيو للكيو للويست قصدي للريبويلر نقدر نطلعها من القانون اللي هو حطك إياها هسه. الكيو للريبويلر في للويست في ليندا للويست. لحد يقول لي ست ماكو هذا القانون، مثل ما اكو بعض الطلاب ما موجود امام القوانين اللي ما موجوده بالمحاضره موجوده بالامثله مطالب انت بيها، مو شرط. هذا طرق ديزاين، يعني انا مو شرط هسه لو اريد اعطيك قوانين ديستليشن السنه كلها ما تكفيني، انا اعطيك شغلات تفيدك. فمثل هذا القانون استفاد من عندي، هم انا في عندي في وعندي لاتنت هيت، اطلع منه حراره الريبويلر. منين تجي حراره الريبويلر؟ زين الليندا اخذها انمن، انا عندي اثنين مواد، فكل ماده اخذها اضربها بالكومبوزيشن مالتها، مثلا كومبوزيشن الكومبوننت الاول في ليندا الي زائد كومبوزيشن الثاني في ليندا انه وين؟ بالبوتوم، ايش قد عنده بالبوتوم؟ فانا بما ان انا عندي الماده الاولى كانت 7% واحد ناقص 7% تطلع عندك الكومبوزيشن الثانية اللي هي 93. طلعت عندك الليندا ويست، أضربها في البي يطلع كيو بويلر جاهز. فيما يخص الكيو ديستليت، الكيو ديستليت هي عبارة عن ال LN في ليندا R وتساوي لك الكيو ليندا ار، هي ايضا للمزيج والال ان انت مطلعها. منين اجيبها؟ اكس في لاتنت هيت زائد الاكس الثاني، مثلا عندك 0.92 وواحد ناقص 0.92 الكومبوننت الثاني في الى اللاتنت هيت، طلعت عندك الليندا الكومبوزيشن للمكشر، اضربه بالال ان اللي انت مطلعها، اطلع من عندك كيو للديستليت وحداتها الجول عليه تايم. هذا فيما يخص كل موضوع الديستليشن، مو كل موضوع، هذا ما هو إلا جزء صغير من موضوع الديستليشن، لأن هو تشابتر كلش عميق وكبير.